رح أروح لفقرة رح نحكي فيها اليوم طبعا عن مشكلة من المشاكل اللي هي بتعبر عن الصوت أو طريقة النطق. طبعا معروف أنه نحن لما بنبلش نحكي رحلة الكلمة لحتى توصل بتبلش من الحلق إلى الفم وما إلى ذلك، كل هذا الممر اللي حتى يوصل منه الكلام، إذا كان في أي مشكلة فهذا الشيء رح يؤدي إلى نطق خاطئ أو صوت خاطئ. وكثير أوقات بنسمع أصوات ناس بنقول في عندهم مشكلة أو عم نسمع الحرف شوي مثل ما بيقولوا نور غميق او ما هو طبيعي او فيه شيء مشكله. اكيد يعني بنقول عنده خنه بصوته او بتحسي في، يعني اذا بدنا نعرف شو هي الخنه، الاضطراب برنين الصوت، ما عم يقدر يقول الحروف، ما عم تطلع واضحه، ما عم تطلع مسموعه بشكل صحيح. وهذا اضطراب الكلام بيحدث بسبب وجود عائق لاندفاع الهواء اثناء الكلام. نحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا اخصائيه التربيه والنطق ديما نقولها. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. يعني اليوم عم نحكي عن شيء بالعامية بنعرفه أنه خنة الصوت. صحيح. عنده خنة بصوته. صحيح. خلينا نفصل شو سببه. تمام. هلأ أول شيء رح نحكي بطريقة شوي، الخنة أو الخنف الصوتي نحن نسميه الخنف أو الخنة أو رنين أو صوت الأنفي ممكن نقله، هو لما نحن مثل ما كنتي عم تحكي عن رحلة الكلمة أو رحلة الصوت، الصوت بيبدأ بيخرج من الرئتين للفم، ويا أما بيخرج من الفم أو بيخرج من الأنف حسب طبيعة الصوت. يعني إحنا عنا أصوات أنفية وعنا أصوات تخرج من الفم. يعني في أصوات تطلع عن جد من الأنف وبيقولوا هذا صوته من أنفه، هي مو مزح. يعني في بعض الأصوات نحنا كلياتنا مثل الإن والإم هن أصلاً بيطلعوا من الأنف، فلما بصير عنا اضطراب نحنا بهذا الشيء بيكون في عائق بالأنف أو مشكلة بالفم، فبصير الصوت اللي لازم يطلع من الأنف بيطلع من الفم، واللي لازم يطلع من الفم بيطلع من الأنف، وهكذا فبصير في مشكلة بالصوت. يعني هي بطريقة مبسطة حتى نحكيها شوي بطريقة علمية. لما نحن بيكون عنا، يعني رح نحاول نبسطها شوي وبوقت بنفس الوقت نوصلها بطريقة علمية، انه نحن بالفم في عنا سقف الحلق، لنفرض انه هذا هو سقف الحلق، في عنا بالبداية سقف حلق صلب وبالخلف عنا سقف حلق لين. صحيح. وفي عنا نحن جدار بلعومي بيوصل بيناتهم، فلما نحن ما نكون قادرين انه نغلق هذا الجدار بين سقف الحلق اللين والجدار البلعومي، هذا التجويف الأنفي ما عم نقدر نغلقه، بصير الهواء بمر بدون ما نتحكم فيه، فبيطلع الهواء إما من الأنف أو من الفم بطريقة غير صحيحة، فهذه المشكلة هي اللي بتسبب الصوت الأنفي. طب خلينا نحكي عن أسباب خنة الصوت. يعني إن في بتكون مشكلة أساساً ليكون في خنة بالصوت أثناء يعني الكلام أو النطق، شو هي الأسباب الأكثر شيوعاً إذا بنحكي عنها؟ تمام. هلأ نحن بالنسبة لنا لما بنشوف خنة بالصوت أو خنف صوتي، هذا بالنسبة لنا عرض لسبب، يعني مو هذا المشكلة الأساسية، هذا بدلنا أنه نحن عنا مشكلة، هذا عرض لسبب. فممكن تكون عنا مثلاً كتير مشاكل، أحدها ممكن يكون مشاكل عصبية، يعني ممكن يكون في عنا مثلاً مشاكل تأخر عقلي، في عنا بعض المتلازمات بتسبب ضعف بهي المناطق، ممكن ضعف عضلات، ممكن يكون عنا سبب هو أنه نحن عنا هو السبب الشائع، انه نحن عندنا مثلا فتحه بسقف الحلق بنسميها بالعاميه او هي انشقاق شراع الحنك، فبيكون في فتحه فالهواء عم بيمر فما بيمشي الحال انه يطلع الصوت الا بشكل صوتي غير صحيح او مع خنه. او ممكن يكون عندنا تشوه بمنطقه الحنك، ممكن يكون عندنا بلعوم عميق، ممكن يكون عندنا سقف حلق ضيق، يعني ممكن يكون عندنا مشاكل بالاعضاء نفسها، او كمان ممكن يكون السبب لهي الخنه سلوكي او عاده أو وظيفي، يعني زال السبب الأساسي وضلينا نحن متعودين نحكي بهذه الطريقة. وممكن كمان يكون نحن، بس حتى نوضح إنه الخنف أو الصوت الأنفي هو نوعين، يعني ممكن يكون نحن الأصوات اللي بنطالعها من الفم عم نطالعها من الأنف، وممكن العكس. فلما نحن مثلا حتى كلياتنا مرينا بهالمرحله وقت نرشح او نقرب او شيء، بصير نحن بنحس انه انفنا مسكر فعم تطلع الاصوات من تمنا، يعني الميم والنون اللي نحن لازم نطلعهم من الانف عم يطلعوا من التم، بصيروا باء ولام او هيك شيء، يعني معك بحرمه او هيك شيء يعني. صحيح. فهي الحاله نحن بصير معنا بشكل مؤقت، بس ممكن بعض الاشخاص اللي عندهم مشاكل مثلا انسداد احد فتحات الانف او مثلا احيانا ناميات متضخمه او شيء، يحسوا انه على طول انفهم مسدود وعم يصير معهم
هي الخنة. وممكن بالعكس لأنه في فتحة نحن عنا بسقف الحلق، فالأصوات اللي لازم تطلع من التم كلياتها عم تطلع من الأنف، وهي المشكلة الأكبر. طيب أوقات كثير بيكون هي الموجودة عند الأطفال، في منهم بيقول إيه عادي بجوز لأنه ولد صغير هيك عم يطلع معه الصوت، هلأ بس يكبر بيتغير الحكي، هل هذا الشيء صح أو لا؟ طبعاً نحن لازم متى ما شفنا في خنفة عند الطفل فوراً نفحصه مثل ما قلتي جسدياً، نشوف إذا في مشاكل جسدية أو لا، وإذا ما كان في مشاكل جسدية معناته هو عنده خلط أو مثل ما بيقولوا تلقى الصوت غلط فصار عم بيقوله غلط. صح. هلا نحن مثل ما قلت لك بما انه هذا عرض لسبب، فنحن اكيد لما نشوف طفلنا عم يحكي بهذه الطريقه لازم نعرف شو السبب الاساسي. احيانا كمان سينذكر هذا الشيء انه بيكون في مشاكل سمعيه، عم نسمع الاصوات بطريقه تعودنا عليها بهذه الطريقه، فنحن لما نشوف انه الطفل ما هو قادر ينتج الاصوات بشكل صحيح، واحيانا الام يعني الاهل بيعرفوا مثل مثلا انشقاق شراع الحنك، اكيد الاهل عم يلاحظوا لانه حتى الطعام بيتسرب من الانف بسبب وجود الفتحه. يعني في اسباب بتكون واضحه أو بيكون عنا تأخر عقلي، فالشيء الصحيح إنه نحنا نلجأ لأخصائي أنف وأذن وحنجرة مشان يفحص لنا الأعضاء إذا كان في عنا أي مشكلة بالحنك، أي مشكلة بأي شيء بالعضلات بأي شيء، وإذا كان معنا مشكلة نراجع طبيب عصبية لنشوف نحنا عنا أي مشاكل تانية، عنا أي متلازمات، أي تأخر عقلي. لما نحنا مثلاً بنفحص كل هدول وبيكون ما عنا أي سبب، الطفل فقط متعود سلوكياً يحكي بهذه الطريقة، ساعتها كمان نحنا لازم نعلمه. بكل الاحوال نحن لازم نلجا لاخصائي نطق. يعني نحن مثلا اذا عندنا انشقاق شراع حنك نلجا للطبيب، ممكن اكيد نعمل عمل جراحي او الى اخره، بس بعدين الطفل بيضل متعود يحكي بالطريقه الانفيه. صحيح. حتى بعد زوال السبب، فلهيك نحن لازم نعطيه تدريبات بالنطق لحتى يعرف كيف يطلع الصوت بشكل صحيح. ذكرتي خلال حديثك ديما انه يمكن يكون في عده مشاكل مرافقه لخنه الصوت، ففينا نقول في اعراض ممكن تكون مرافقه لخنه الصوت ممكن تنتبه للام تقول لا في مشكله لازم انا فعليا اتوجه لطبيب؟ تمام. هو هون حسب بقى كل حاله، يعني حسب شو السبب. مثلا اذا نحن عندنا انشقاق شراع حنك اكيد الام رح تلاحظ انه الطعام عم يتسرب مثل ما حكينا. اذا كان نحن عندنا مثلا ناميات او زوائد لحميه كمان بتسبب احيانا صداع او الى اخره، بتلاحظي كمان صعوبه بالتنفس او الى اخره. واذا عندنا تاخر عقلي كمان كله يعني بنشوف نحن اسباب الاعصاب. شو هي الاعراض اللي ممكن تكون مثل تأخر العقلي مثلا؟ تمام. مثل المتلازمات اللي فيها تأخر بتكون لها علاقة بنمو الأعضاء مثل ارتخاء العضلات. فكل هي كمان نحن نتابعها مع الطبيب العصبية ومع أخصائي النطق. طيب في علاج؟ طبعا أكيد في علاج لهذا الموضوع، بس في علاج مستمر ولا لا هو فترة بسيطة؟ يعني أنتوا بتعملوا مثلا كورسات مستمرة، وخصوصا لأنه مثل ما قلتي صار بده تدريب على النطق وتغيير لطريقة مخارج الحروف، يعني إخراج الحروف. صحيح. من هلا أول شيء نحن بنحاول نعالج السبب الأساسي اللي أدى لهذا العرض. يعني حسب كل سبب بدنا نتدخل بعملية جراحية، طبعا الطبيب يتدخل بعملية جراحية، بدنا نشتغل على تأهيل مثلا قدرات عقلية. بس الشيء الأساسي إنه بس يوصل الطفل أو الشخص لعند أخصائي النطق، فنحن أهم شيء نبلش له بقى بالتمارين اللي هو يعرف كيف يطلع الصوت، إمتى يطلع الصوت من الأنف وإمتى يطلعه من الفم، ويصير عنده وعي لكل صوت. يعني أنا وقت أشتغل مع الطفل بشتغل معه لحتى يوعى إنه هذا الصوت اللي هو مثلا شو ما كان إف فهو بيطلع الهواء من الفم، بصير عنده وعي للفكرة بالأول، وبعدين نبلش نطبقه، وبعدين يصير قادر يتحكم، لأن بيكون الطفل ما له متعود يتحكم كيف يطلع الهواء. يعني حتى موضوع السحب بالشليمونة أو النفخ بيكون بالنسبة له كتير صعب. فنحن بنعمل تمارين تنفس، بنعمل تمارين بلع أحيانا، بنعمل تمارين لتقوية العضلة اللي هي بدها تسكر مثل ما قلنا الجدار البلعومي، بنشتغل على هاي الطريقة. وطبعا لازم يكون زايل السبب لحتى نحن نقدر نعمل هاي التمارين. يعني انا اذا عندي فتحه بسقف الحلق وعم بشتغل على اخراج الصوت بشكل صحيح والفتحه موجوده، فكتير صعب يعني ما بيطلع الصوت بشكل صحيح. انا بعمل هذا الوعي حتى لو الفتحه موجوده، بعمل الوعي، بس الطفل ما بيكون قادر لانه هو اصلا ما يعني بيكون في عندنا سبب. فنحن بنشتغل على السبب بشكل طبي اذا كان موجود، وبعدين بنشتغل على تاهيل مثل تمارين تنفس، مثل ما قلنا تقويه العضلات، وعي للصوت وتدريب عليه. وبعدين المرحله الاهم انه الطفل يعمم هذا الصوت. يعني ممكن الطفل يخرج الصوت
بشكل صحيح خلال الجلسة، بس هو بالبيت ما يتم تدريبه أو ما يتم تعميم المفهوم، لأنه إنه هو وعي للصوت شيء، وإنه هو قادر يتذكر ويطبقه باستمرار شيء تاني، خاصة إذا هو سنين متعود يحكي بطريقة معينة. هو أساساً يعني هي عملية تشاركية يعني مع الأخصائي والأهل، يتم العلاج بطريقة صحيحة. خلينا نحكي معك ديما بأنك أخصائية نطق، يعني بالآونة الأخيرة بالعشر سنوات الأخيرة كنا عم نشوف فعليا ما كنا نشوفها سابقا إنه في مشاكل عند النطق عند الأطفال. شو السبب إذا بدنا نحكي؟ هي طريقة الحياة أو اختلاف الحياة هي اللي بتأثر، أو كانت موجودة بس ما كان في تسليط ضوء عليها بشكل كبير؟ تمام. هلأ مثل المشاكل، مثل المشكلة عم نحكي عليها اليوم، هي مشكلة موجودة من زمان أكيد، بس مثل ما قلنا هلأ يمكن الوعي صار أكتر، المعرفة بوجود أخصائي نطق صارت أكتر، اللجوء لهذا العلاج صار أكتر أو التأهيل من قبل يمكن كان أقل، بس في شغلات أخرى متعلقة أحياناً بنمط الحياة مثل تأخر الكلام، الاعتياد على الموبايل، هي القصص اللي صرنا حاكين فيها كتير، هي لها علاقة نوعاً ما بنمط الحياة الحالي. بس ليه هي إذا نوعي الناس أكتر عنه نحكي عنه أكتر شو هي يعني؟ يعني هو موضوع مختلف، بس مثل نحن تأخر الكلام عن ناحية يعني بيكون مرتبط بنمط الحياة اللي ما في كتير تواصل اجتماعي، اللي معتاد على الشاشات الإلكترونية أو إلى آخره. بس حابة أضيف شيء عن موضوع الخنف، إنه قديش بيأثر على حياة الطفل هذا الموضوع، يعني قديش هو له تأثير فعلي. كتير أحياناً بيأثر هذا الموضوع إنه الطفل ما بيكون عنده أي مشكلة عقلية، ما عنده أي مشكلة بالذكاء، ما عنده أي مشكلة، بس الآخرين لانه هو ما عم يحكي صح او ما عم يفهموا عليه، بيفكرون انه هو ما عم يفهم او ما عم يعرف. فهي كثير مشكله صعبه بيعانوا منها الاطفال، خاصه اللي اهلهم مو متابعينهم بهذا الموضوع. ممكن يعانوا من التنمر، ممكن يعانوا من كثير اشياء، مع انه هن بس المشكله انه هن ما عم يقدروا يوضحوا الصوت. والمشكله احيانا بتكون اكثر من انه بشكل البسيط اللي نحن بنعرفه، انه مثلا بعض الاصوات ما انا واضحه، احيانا بيكون فعلا كل الكلام غير مفهوم، وحتى الاهل غير قادرين انه، لان كل الاصوات عم تتغير، ما في عندنا حاجز نحن لحتى يطلع صوت من الانف او الفم، فبيكون الكلام غير مفهوم بالمره. اي طفل او شخص حيواجه مشكله بالمدرسه مع الاقران الى اخره، فهي حتاثر تواصليا واجتماعيا ولغويا واحيانا تحصيليا حتى. اكيد يعني معلومات مهمه جدا اليوم قدمتي لنا اياها، وبنتمنى الكل يكون استفاد منها. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا.